جايز اليوم عندنا نير سبلاي مال اللور ليمتر. هذا اول شيء هنا هو اللمبو ساكرا ترانك صار على جهه الميديا، وهذا الثاني هو الاس 1، هذا الاس 2، وهذا الاس 3، وهذا الاس 4. هاي دمجن كلهم ينطون السياتيك نير. هذا الاوبتريتر نير. جهه الانتيريور عندنا هذا الفيمورال نير، هنا راح ينقسم الى هاي انتيريور ديفيجن، وهاي هنا راح يكمل بوستيريور ديفيجن يوصل هنا يصير سافينس نيرف. هذا المقطع الصغير جيت البوستيريور عندنا هذا السياتيك نفسه، هذا السياتيك نفسه راح يفوت انفيريور للبرفورمنس هاي، وراح يكمل ينزل هنا راح ينقسم الى اللي صاير على بالوسط هذا التيبيال نيرف، واللي صاير على جهه اللترال هذا الكومن بيرونيال نيرف. التيبيال راح يكمل بالنهايه، الكومن بيرونيال راح يفوت هنا يم الفيبيولا، وراح ينقسم بالانتيريور الى ديب برانش والى هذا سوبرفيشال برانش. هذا الديب برانش راح يكمل هنا بعد ما نقدر نشوفه، نشوفه هنا بين البيك تو والسكند تو، هذا الديب برانش. بينما السوبرفيشال برانش راح ينتهي هذا الميديال برانش مال السوبرفيشال، وهذا الانترميديت برانش مال السوبرفيشال. انت مش انت تقدر تشرح، خذ لك سنيكرز.